الخاصية الأولى من الخواص الفيزيائية هي البولينج بوينت، أي درجات الغليان. هنالك نوعين من التداخلات التي تحصل فيها ريدات الألكيل، ومثل ما درسنا سابقا أنه ما يؤثر على درجات أو على الخواص الفيزيائية بشكل عام وعلى درجة الغليان والانصهار والكثافة هو غير الرابطة الأساسية اللي قلنا هي إما الأسرة الهيدروجينية أو قوى فاندربالت أو دايبول دايبول أو لندن فورسز. كل هذه القوى تعمل على التأثير على درجة الغليان. فمثلا قوى لندن تعتبر قوى قوية بين الجزيئات في هاليدات الألكيل، وقوى لندن مثل ما تعرفون حضراتكم هي تعتمد على السطح أو سموها المساحة التوبولوجية بسطح المادة. وبما أنه هاليدات الألكيل مثل ما نعرف أن التركيب مالته هو عبارة عن RX، أي أنه X هو المتغير عند دراسة هاليد ألكيل أو معوض ثابت، لذلك فإن زيادة السطح أو مساحة السطح يؤدي إلى زيادة قوة جذب لندن، وينتج عن ذلك زيادة في البولينج بوينت. إضافة إلى أنه التراكشنز أو الجذب بين دايبول دايبول اللي هو ينتج عن وجود اختلاف بالكور السالبية بين الكربون والإكس، اللي راح يأثر أيضا على البولينج بوينت ولكن بنسبة قليلة ليست كما يؤثر لندن. لذلك فإن كبر الجزيئين والوزن الجزيئي له راح يقود بشكل عام إلى امتلاك درجة غليان أعلى، والسبب في ذلك أيضا هو كونه أثقل. ولكن من كل جزيئة أعلى يعني أن قدرة التحرك مالتها راح تكون أقل، لذلك راح تمتلك مساحة سطحية عالية، وبذلك فإن المساحة السطحية العالية لهاليد الألكيل سوف ترتبط مع نوع الهالوجين. لذلك نلاحظ أنه بصورة عامة لو أخذنا مثال البيوتان درجة غليان البولينج بوينت مالتها هو 0 سيليزي، بينما عند تحويل ضغوط بالفلور راح يكون درجة الغليان مالته 33 سيليزي، أي ازداد درجة الغليان بسبب تعويض حصرات الهيدروجين بالفلور نتيجة لزيادة قوة لندن، لأن المساحة السطحية للفلور هي أكبر من المساحة السطحية للهيدروجين، مما يؤدي إلى زيادة قوة لندن أضافة إلى زيادة قوة الدايبول دايبول بين الجزيئات. لاحظ بهذا الجدول اللي أمامكم لو أخذنا المركبات الأربعة الأولى، لاحظ أنه بالفلور وعندما يكون الوزن الجزيئي هو 34 راح نلاحظ انه البولينج بوينت مالته هو سالب 78، وعندما يزداد الوزن الجزيئي بالكلور
العفو اللي هو المساحة السطحية مالته أعلى، نلاحظ أن البوينت بوينت مالته صار السالب 24، أي أنها قد ازدادت. وهذا الشيء أيضا ملاحظ مع البروم، عندما تستبدل بذرة البروم راح يزداد الوزن الجزيئي إلى 95، راح يصير البوينت بوينت مالته 4. إضافة إلى أنه عند استبدال اليود راح يصير الوزن الجزيئي مالت المركب 142 والبوينت بوينت 42. أي أنه نستنتج منه أنه زيادة أو عند تعويض الهالوجين، هيدروجين بدل ذرة الهيدروجين، فإنه سوف تزداد بذلك درجة البوينت بوينت بالمركب بالاتجاه أو نزولا في الحزمة الواحدة من الفلور إلى اليود نتيجة لزيادة الوزن الجزيئي، وكذلك نتيجة لزيادة المساحة السطحية التي تؤثر على قوة لندن، وإضافة إلى التأثير الثالث اللي هو يكون تأثيره لطيف هو الدايبول دايبول اتراكشن بين ذا مولكيولار. لاحظ ايضا زيادة في الدنسيتي اللي هي الكثافة، و لاحظ انه الكثافة قد ازدادت ايضا مع زيادة الوزن الجزيئي لهاليد الالكيل. وكلما كان هناك تعويض اكثر بذرات الهيدروجين بذرات هالوجين، راح نلاحظ انه هي راح تزداد البوينت بوينت مثل ما تشوفون بالدايكلورو ميثان والكلوروفورم والترايكلورو كربون اللي هي ها. تمام تمام دكتور. الخاصية الثانية من الهاليدات الكيل هاليد هي الدنسيتيز أو الكثافة، مثل ما شفنا بالجدول السابق أنه تأثير الكثافة هو نفسه تأثير البولينج بوينت، أي أنه الزيادة بالمساحة السطحية راح تؤدي إلى زيادة قوة لندن، وبالتالي سوف تؤدي إلى زيادة الكثافة. ومثل ما تعرفون أنه الكثافة هي كثافة نسبية مقارنة بكثافة الماء، مثل ما تعلمتوا بقياس الكثافة السوائل في الكيمياء الفيزيائية، أنه إحنا عندنا أنبوبة توصل من نقيس بها كثافة الماء ثم نقارنها في كثافة السوائل، وهنالك علاقة رياضية بحساب الكثافة اللي تنقاس بالغرام على المليمول أو بالكيلوغرام على اللتر. Properties of halide أو الكيل هاليد، خواص هاليدات الألكيل الكيميائية. عندنا أول شيء free radical halogens، الهلجنة بالفري راديكال. سبق أن تطرقت إلى موضوع الهلجنة باستخدام الجذور الحرة في موضوع الألكان، والفري راديكال هي طريقة للتحضير العضوي من لهاليد الألكيل، واللي عادة تتم عن طريق تأثير
أما درجة الحرارة أو الإشعاع، ولكن نوع الناتج اللي راح يظهر لنا من هذا التفاعل هو عبارة عن خليط مكسشر بسبب الاختلاف في نوع الهيدروجين اللي موجود على الألكان الأصلي، أي أنه الهيدروجين اللي موجود هنا يعني الـ CH3 الطرفية اللي موجودة بالبروبان على سبيل المثال تختلف من ذرة الهيدروجين الأولى عن ذرة الهيدروجين الثانية المرتبطة بذرة الكربون. لذلك فعند تولد الجذر الحر، ومثل ما تعرفون في الميكانيكيات السابقة تذكرون أنه الخطوة الأولى عند تصديق الإشعاع واللي نرمز له احنا بالH نيو اللي هو يعني أنه ثابت بلانك مضروب في التردد، واللي راح شي يساوي لي يساوي للطاقة سواء كانت هذه الطاقة المجهزة لكسر الآسرة بين الهالوجينات أو الهالوجين قيد الدراسة، سواء كان إشعاع أو حرارة راح يؤدي إلى انكسار الآسرة بينهما بشكل متساوي، وعند انكسار الآسرة التساومية بين ذرتي الهالوجين بشكل متساوي يؤدي إلى تكوين جذر الحر. والجذر الحر مثل ما تعرفون هو عبارة عن وسطية ذات طاقة عالية وفعالية عالية أيضا، راح يؤدي إلى استبدال إحدى ذرات الهيدروجين الموجودة على ذرات الكربون في الألكان. لذلك راح ينتج عن ذلك ناتج خليط من النواتج اللي هو مثلا عبارة عن استبدال ذرة الكلور بذرة الهيدروجين الأولى، إننا ذرة الكلور بالهيدروجين الثانية. وطبعا هذا تعتمد على استقرارية والطاقة وللجذر الحر المتكون سواء كان للهالوجين أو للانترميدية أو الوسطية المتكونة من الألكان المستخدم في الدراسة. لذلك فاستخدام طريقة الهلجنة بالجذور الحرة في التحضير المختبري تكون محدودة جدا، وتكون يعني فقط ل specials compound لمركبات معينة اللي تنطي يعني single أو تنطي product one product فقط هي اللي نستخدمها في التحضير المختبري، لأن مثل ما تعرفون إنه في التحضير المختبري يجب أن يتوافر النقاوة أو الإنتاج الأعلى حتى عنا نقول هاي طريقة تحضير مختبرية جيدة، يكون المردود أو المنتوج يكون عالي. مثلا على سبيل المثال هذا المثال اللي أخذناه احنا البروبان أو الأنبروبان عندما تفاعل مع ذرات أو العفو مع الكلور بوجود الضوء أو الإشعاع أدى إلى تكون خليط من النواتج، وقلنا الطريقة أو الهلجنة بالجذور الحرة هي طريقة غير مختبرية، يعني تحضير غير مختبري بسبب الحصول على خليط من النواتج، ولكن توجد هنالك مركبات ممكن أن نستخدم فيها الهلجنة بالجذور الحرة عندما يكون هنالك منتوج واحد أو يكون أحد النواتج ذات مردود أكبر أو نسبة تكون أكبر، فممكن أن تستخدم هذه الطريقة في الهلجنة.
فعلى سبيل المثال لو أخذنا السايكلوكسان، السايكلوكسان تكون جميع الذرات متكافئة، لذلك فإن الهلجنة باستخدام الجذر الحر في الكلور سوف تعطي منتوج واحد، لذلك تكون طريقة ناجحة للتحضير المختبري لمعوضات الكلور السايكلوالكان، إضافة إلى إمكانية تكون دايكلورو والترايكلورو، وهذا شيء محتمل، ولكن سوف تكون هذه نواتج عرضية ممكن السيطرة عليها، وكذلك تكون كميات قليلة ممكن أن نستغني عنها مقابل الكمية الأكبر أو الأعلى للسايكلو الكان، لذلك فإن الهلجنة باستخدام الجذور الحرة باستخدام البرومين أو البرومينيشن تكون أعلى انتقائية من الكلور، وتعطي منتوج أو يلد جيد، لذلك فهو يعتمد أيضا على نوع الهيدروجين اللي تكون أكثر رياكتيفيتي من الأخرى، يعني اللي أكثر فعالية من الأخرى، لذلك شوف السايكلو الكان عندما تكون ذرات الهيدروجين هنا متكافئة، فنتوقع أنه يكون الناتج أيضا يكون ذو منتوج أو مردود عالي بسبب تكافؤ ذرات الهيدروجين. إمكانية تكون نواتج عرضية ثانية نعم، ولكن المنتوج هنا راح يكون أكبر، لذلك ممكن أنها تقريبا من 50%، لذلك ممكن أن أعتمدها كطريقة تحضير مختبري. مقارنة الكلور ويا البروم، البروم أكثر سلكتيفيتي يعني أكثر انتقائية، من نقول أكثر انتقائية يعني أنه هو أكثر استقراراً، أي أنه لديه طاقة أقل، كل ومثل ما عرفنا أنه كلما قلت الطاقة كلما زادت الاستقرارية، وبذلك سوف تكون الانتقائية أعلى. فعلى سبيل المثال بالأيزوبيوتان عندما يتفاعل البروم بنفس الظروف مقارنة بالكلور، راح نحصل على تيرت بيوتيل بروبان تيرت بيوتيل بروميد. نلاحظ أن ذرة الهيدروجين هنا المعوضة هي فقط بالبروم بنسبة 90%. السبب في ذلك أنه الجذر الحر المتكون هنا راح يكون أكثر استقراراً، وكذلك البروم يكون أكثر استقراراً وانتقائية، لهذا راح ينطي منتوج واحد، بينما لو استبدلنا بالكلور راح ينطي أكثر من منتوج، لذلك تكون غير الهلجنة باستخدام الكلور، تكون غير انتقائية بسبب الطاقة العالية للجذر. وإذا سألتوا أنه ليش البروم أكثر انتقائية من الكلور، هنا يرجع إلى المساحة السطحية للبروم راح تكون أكبر، أي أنه قابليته على نشر الشحنة بالغلاف التكافؤ الأكبر الخارجي تكون أكبر، ومما ويعني من معلوماتكم السابقة أنه كلما زادت قابلية انتشار أو عدم تركز الشحنة زاد ذلك في استقرارية الجزيء وبالتالي انخفاض الطاقة. أليلك برومينيشن يعني إضافة ذرة البروم أو استبدال ذرة البروم مكان ذرة الهيدروجين الأليلية. الأليلي شنو نقصد بالأليلي؟ شوفوا بأسفل هاي الصفحة
آثرة مزدوجة بين كربون كربون اللي هي أخذتوها بالألكين، عندما تجاورها ذرة كربون أخرى، ذرة كربون أخرى، هذا نسميه بنايل. بنايل هذول الثلاثة نسميه ألايل. ألايل فأي وحدة من أقول ألايل برومايد، يعني أعرف أنه هذا التركيب استبدل ذرة الهيدروجين بالبروم. واضح؟ أقول مثلا ألايل الكحول، هذا التركيب ثلاث ذرات كربون، اثنين بيها بيناتهم عصرة مزدوجة، والثالثة استبدلت ذرة الهيدروجين بOH فصار ألايل الكحول. واضح؟ راح دكتور عيدها. عيدها صح. يعني شوفوا هذا التركيب اللي موجود أسفل هذه الصفحة، العصرة المزدوجة بين كربون كربون، هاي نسميها يعني ذرتين كربون متصلة بعصرة مزدوجة، هاي نسميها بنايل. يعني لو كانت هنا بس هيدروجين نقول عليه بنايل، اللي هو عبارة عن عصرة مزدوجة بين ذرتين كربون، كليك هاي نسميها بنايل. عندما توجد ذرة كربون ثالثة متصلة بشكل مباشر بأحد ذرات الكربون العاصرة المزدوجة نسميها ألايل. ألايل فهذا التركيب شلون أخذنا الآيزو وأخذنا التيرت، هذا التركيب ثابت. يعني منقول ألايل ما حاجة أنا أقول يعني البروبين، رأسا أقول ألايل يكون مفهوم عند الكيميائي هو يقصد به أنه هي آصرة مزدوجة أو ثلاث ذرات كربون، اثنين من عندهم يتصلون بآصرة مزدوجة، والثالثة تكون معوضة إذا كان كل ذرات هيدروجين فنسميه بس ألايل. خلاص تستبدل واحد من ذرات الهيدروجين بذرة الكربون الثالثة بأي مجموعة، فمثلا إذا استبدلت بالبروم نقول عليه ألايل برومايد، رأسا نعرفها أنه هي ثلاث ذرات كربون اثنين بها مزدوجة، والثالثة استبدلت ذرة الهيدروجين بذرة بروم. مثلا يقول ألايل الكحول ايضا نعرف انه هي عبارة عن ثلاث ذرات اثنين بهم مزدوجة، والثالثة استبدلت احد ذرات الهيدروجين بمجموعة هيدروكسيد فسميت يعني OH فسميت ألايل الكحول. واضح؟ لا في دكتور، يعني بس ثلاث ذرات كربون، واحدة مزدوجة من عندهم والثانية لا دائما ايه اثنين مزدوجات والثالثة مفردة، هذا التركيب نسميه ألايل. تمام، وإذا بس اثنين بنايل. بنايل أكيد. طبعا الهلجنة بالبروم قلنا هي طريقة غير جيدة في معظم الحالات، ولكن في حالات معينة ممكن أن نعتبرها هي الطريقة سبيشال أو خاصة في عدد من المركبات اللي ممكن أن نستخدمها في التحضير المختبري. فعملية هلجنة أو البرومينيشن أو البرمنة للألكينات اللي هي ممكن أن تعطي بشكل تنطي منتوج جيد وبانتقائية عالية، مثل الانتقائية أو هلجنة أو برومينيشن أوف الأليليك. فنلاحظ أنه ذرة أو تكون الجذر الحر هنا مثل آيزوبيوتان، آيزوبيوتان مقدار الطاقة دلتا اتش هو موجب
ومن نقول موجب اي انه هو شبيه ماستر باعث ماس يكون ماست الحرارة يحتاج 379 كيلو جول لكل مول، بينما تكون الجذر الحر، تكون الجذر الحر في مجموعة الألايل هو 364. لاحظ انه الفرق هذا بين الدلتا اتش في الحالة الأولى والحالة الثانية هو نتيجة لوجود الرزونانس اللي هذا تشوفوه أمامكم. هذا الرزونانس فرق الطاقة بيناتهم نسميها طاقة الاستقرار الرنيني، طاقة الاستقرار الرنيني اللي هو نتج عن تبادل العاصرة المتوجة مع الجذر الحر. طبعا هذا الريزونانس ستابيليتي او الاستقراريه الرنينيه ايش راح ينطي؟ راح ينطي استقراريه للجزيئه، وكل ما انخفضت الطاقه كل ما تنطي استقراريه اعلى، بالتالي راح يكون هنالك انتقائيه عاليه في التفاعلات او في تكوين النواتج الكيميائيه. ها من جهة، ومن جهة ثانية عندما قارنا قبل قليل البروم بالكلور فقلنا البروم هو أثبت وأكثر انتقائية من الكلور أيضا بسبب كبر الحجم الجزيئي والحجم الذري للجذر المتكون اللي راح يسمح له بنشر الشحنة على أو الكثافة الإلكترونية على مساحة أكبر من السطح التكافؤ الخارجي، وبالتالي راح ينطي انتقائية عالية، لذلك راح نحصل على التعويض بالبروم بمنتوج عام. هذا التركيب السايكلوكسين هاي عاصرة مزدوجة بين ذرتي كربون، إذا الكربون الثالث سواء كان في هذا الجنب أو في الجنب الأسفل هو اثنيناتهم هو أليليك بوزيشن يعني موقع الأليلي، وهنا ذرة الكربون تحتوي على ذرتي هيدروجين نسميها ذرات الهيدروجين الأليلية أليليك هيدروجين اللي هو هنا هاي شوفوها هنا عندما تتفاعل مع البروم بوجود الإشعاع أو الطاقة راح ينتج لنا 3 برومو سايكلوكسين بمنتوج 80% اللي تعتبر نسبة جيدة، لذلك ممكن استخدامه كطريقة تحضير عضوي مختبري. ميكانيكية التفاعل هي مشابهة لميكانيكية التفاعلات الأخرى للهلجنة باستخدام طريقة الجذور الحرة، ومثل ما نعرف أنه بالبداية أنه البروم راح يمتص الطاقة راح يؤدي إلى انكسار متساوي للعاصرة التساهمية بين ذرتي البروم، بالتالي راح يؤدي إلى تحويل البرومين راديكال يعني جذر البروم وجذر البروم اللي راح يستطيع أن يمتص الأليليك هيدروجين absorption of أليليك هيدروجين، وبالتالي راح ينطي HBR ومكونا بذلك الأليليك راديكال. هذا الأليليك راديكال اللي هو يكون مستقر بسبب الرزونانس، شوفوا هنا انتقال العاصرة المزدوجة إلى ذرة الكربون الثانية
وانتقال الجذر الحر الى ذرة الكربون الإليلية. هذا اثنيناتهم نسميها اشكال روزونانسية، وكلما زادت الاشكال الرنينية او الروزونانسية كلما ادى ذلك الى زيادة الاستقرارية ونقصان بمقدار الطاقة، ويعطي انتقائية عالية في التفاعلات العضوية. هذا الجذر الحر راح يتفاعل جزيئة بروم، جزيئة بروم وليس ذرة بروم بي ار، راح يؤدي الى ان هذا الجذر راح ياخذ ذرة البروم ويكون اليل كبروماي مع تكوين جذر ثاني للبروم حتى تكمل سلسلة التفاعل، يرجعها الجذر المتكون مننا الى الخطوة الاولى، وبالتالي يستمر التفاعل بشكل سلسلة. لهذا تدعى هذه التفاعلات بالتشاين رياكشن او تشاين سيريز رياكشن، تفاعلات السلسلة المتتالية. طبعا حتى احصل على منتوج عالي من الثلاثة برومو سايكلوكسان يجب ان استخدم او اتجنب استخدام تركيز عالي من البرومين، لان التركيز العالي راح يؤدي الى الاضافة الى الآسرة المزدوجة. طبعا اخذتوا انتو بالالكين و في الكورس الاول هو امكانية اضافة الاكس 2 الى الآسرة المزدوجة، يعني ممكن ان نضيف الهالوجينات الى الآسرة المزدوجة، وحتى ليصير هذا التفاعل في الاليليك نتجنب اضافة التركيز العالي، يكون التركيز يعني متوالي او قليل، او يكون اضافة متقطعة بزمن طويل راح يؤدي الى تجنب في اضافة الآسرة المزدوجة، وبالتالي راح ينطي وقت اكبر لتولد الجذور الحرة، مع انه الاضافة في هالوجينات الى الآسرة المزدوجة لا تتم بميكانيكية الاضافة الجذر الحر، ولكن تتم بميكانيكية الايونية مثل ما درسنا سابقا في الكورس الاول. الان برومو سكسيناميد اللي هو عادة ما نرمز له بالام بي اس، ام بي اس ان برومو سكسيناميد هو كاشف، عادة ما يستخدم في كمصدر للبروم في الجذر الحر في يعني تفاعلات الجذور الحرة، أو عندما نريد أن نستبدل ذرة هيدروجين أو جذر بذرة بروم، فعادة ما نستخدم الN بروموسكسينامال بسبب كونه أو كاشف ريجنت يعطي او السايد برودكت مالته ما راح يعطيني الاتش بي ار، ولكن راح يعطيني الان راح يعطي الان بي اس اللي هو يعطي تركيز قليل جدا من البروم، وبالتالي راح يعني يعطيني او يخلي التفاعل يتجنب الإضافة للآسرة المزدوجة. هذا الأن برومو سكسيناماي هو عبارة سكسينيك أسيد، وهنا الأن اثنين أن آسر كربونيل كربونيل والبروم، هذا راح بوجود الـ HBR راح ممكن أن يتفاعل حتى أنا ينطيني PR2 وينطي الريجن. هذا الريجنت يكون low concentration، يعني ينطي تركيز قليل من البروميد،
بالتالي راح ينطيني او يتجنب لي التركيز العالي بالبرون. يعني مثل ما يعني شرحنا قبل قليل كنا انه احنا بعمليه الهلجنه او البرومينيشن اوف اليليك كار هيدروجين نتجنب التركيز العالي من البروم حتى لا تصير اضافه للاصله المزدوجه. في حال لذلك فان استخدام الان بروم وسكسينامايد راح يقوم هو بهاي المهمه انه دائما راح يخفض من تركيز وجود البروم في خليط التفاعل. ميكانيكيه الاضافه او العفو ميكانيكيه البرومينيشن اوف اليليك موضحه بالشكل التالي انه الانيشال ستيب او الخطوه الابتدائيه اللي هي راح تبدي بامتصاص الضوء من قبل جزيئه البروم اللي راح يسبب في كسر العصر الهيدروجينيه بيناتهم وبالتالي تكون جذر حر من البروم. والفيرست بروبوجيشن ستيت او خطوه التوالد او التكاثر يتضمن انه جذر البروم المتكون في الخطوه الاولى راح الابزوربت اوف اليليك هيدروجين اي انه يمتص ذره الهيدروجين الاليليه وبالتالي يؤدي الى تكوين الاليليك راديكال اللي قلنا هو اكثر استقرارا ومستقر بالروزونانس وطاقته تكون اقل والانتقائيه مالته تكون اعلى. الخطوه الثانيه من البروبوجيشن ستيت هي تفاعل الراديكال كربون راديكال كربون مع جزيئه البروم بالتالي تكون الاليليك برومايد سواء هذا المركب او هذا المركب هن اثنيناتهم متكافئه ومتشابهه في التركيب او التوزيع الفراغي اضافه الى تكون جذر بروم ثاني راح يكمل لنا السلسله في التفاعلات المتسلسله. من الخواص الأخرى للتفاعلات أو لهاليدات الألكيل إنه ممكن أن نحصل على هاليدات الألكيل من الألكين أو الألكان من الألكين أو الألكان. شوف إنه الآصرة المزدوجة هنا الآصرة المزدوجة الألكين يتفاعل أو تفاعل إضافة الـ HX للعصر المزدوجة راح تؤدي إلى تكون هاليد الألكين هاليد الألكين أو هاليد الألكان. وهذا التفاعل سبق أن أخذناه بالمحاضرات في الدرس الأول أو إضافة الهاليدات المتجاورة بيشال بيشال و X2 يضاف الى العصر الهيدروجينية راح تكون لنا هاليدات متجاورة. كذلك تتفاعل الاستيلينات اللي هي الالكينز مع جزيئتين من هاليد الهيدروجين راح يؤدي الى تكون ما تعرف بالجنما هالي يعني انه ذرة الكربون تحتوي على ذرتين هالوجين نسميها التوأمية وممكن ان تتفاعل جزيئتين من الهالوجين مع الاستيلين راح تكون لنا
هالي توأمي متجاور، توأمي متجاور، يعني ذرة الكربون تحتوي على ذرتين هالوجين وتكون متجاورة، فيكون هذا initial and general halogen، تكون متجاورة وتوأمية. كذلك ممكن نحصل على هاليدات الألكين من الكحول، من الكحول بتفاعل ال HX مع الكحول أو تفاعل ال PX3، يعني ثلاثي حالي الفوسفور، وأيضا أكو الكواشف أخرى ممكن أن نستخدمها، راح تؤدي إلى استبدال مجموعة الهيدروكسيل في الكحول ب إكس، اللي هو قلنا إكس هو يرمز إلى أي هالوجين مستخدم في الدرع. كذلك ممكن أن أحصل عاليد الهالوجين من عملية الاستبدال هالوجين مكان هالوجين آخر، مكان هالوجين آخر، فالآر إكس ممكن أن يتفاعل على سبيل المثال مع الآي بالأستون، راح يؤدي إلى استبدال اليود مكان الإكس، وبذلك أنا حصلت على هاليد الالكيد، هنا يوديد الالكيد مقابل اي هاليد يعني موجود، يعني مثلا اذا عندي او اقدر احصل هاليدات هيدروجين ذات كلفة قليلة ومنتوج عالي، ممكن ان تخضع في هذا التفاعل الى عملية استبدال، بالتالي ممكن ان احصل هاليد الكيل من هاليد الكيل ثاني، مثلا عندي كلورو الكيل، كلورو الكان يتفاعل ويا ال KF بوجود 18 كورون 6 اللي هو سبق أن أخذناها، الكراون يعني الإيثارات التاجية اللي هو يحتوي على 18 ذرة، 6 من عندهم هو أكسجين باستخدام مضيف النايترو نايتروميثان، نايتروميثان راح يؤدي إلى استبدال الكلور بفلور، وبالتالي أنا أحصل على الكالفلورايد مثل ما موضح في التفاعل أمامكم.